على بالك اليوم راني في واحد الدهشة، كي دخلت ما أمنتش. شوف شتا نقول لكم، نشكر جمعية كفيل اليتيم وفعل الخير وعلى رأسها الشيخ بغدادي في زازي والجماعة المصورين وليداتنا، ونشكر المحسنين وجميع اللي ساهم في هذا البيت. والله لراني مخلوعة، ربي يبني له قصر في الجنة. أمين يا ربي. وين كانوا نهار اللي رحت عندهم؟ جيت هربة من ناموس قاسما عظما. وين كانوا وين ولاو؟ اليوم راهم دخلوا للجنة، الجنة في الدنيا الحمد لله، وانتم أسبابها والمحسنين. رحلة برنامج وافعلوا الخير في مسح دموع المغبونين متواصلة. بكم يا أوفياء العطاء والبرنامج، نرفع التحدي وندخل المزيد من السعادة على قلوب الضعفاء. اليوم نعم، اليوم جاءت ساعة الفرج، وجاء ساعة الفرج ومفتاح الفرج. ألف مبارك حسين. حسين هو أب لثلاث أبناء ويعيش في منطقة بعيدة ومعزولة جدا، أظن في الحساسنة، منطقة الحساسنة. اليوم بتوفيق الله يعني تمكن من الحصول على هذا السكن بفضل سواعد الخير. تفضل حسين في كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جماعة، أشكركم قاع على هذا الحضور. أيوة بارك الله فيكم، وراني فرحان تكون جديدة والحمد لله يا رب. نشكر الشيخ في الزازي، الحاجة خيرة بزاف والبشير. أيوة السلام عليكم. وشيمة هذا خوتنا، يعني قبل الأمس كملنا له البيت تاعه، يعني دار منجز، كان تيرانو شينا الأرض وبنينا لها الدار الحمد لله. كان مجيت السبخة هذيك تاع من هنا في مرسى الحجاج، واليوم الحمد لله رب العالمين يدخل إن شاء الله البيت ومع وليداته كل خير فيها. ولكن أنا قلت له، وهذا النداء نقولها لخاوتي، راه بلا خدمة، نقولها لكم، راه بدون عمل. يعني أنا نقولهم دائما نديروا الدار ونديروا، لكن لما نخلوا هاد الولاد هاد الناس بلا خدمة ما درنا والو. مستعد يخدم، راه حدا تما كاين حداك طوسيالي، كاين بطيوة، كاين فاللي عنده أي يقد يساعدنا باش نقولوا عمل. أنا والله مري حتى يخدموا، وربي يوفقك إن شاء الله ووليداتك يكبروا بخير إن شاء الله. تفضل تفضل تفضل، افتتاح الدار.